1 1 2 3 4 4 هتعمل ايه بقى انت وهي؟ ايه؟ هنعمل ايه بقى اللي يغلب بالاقوى؟ تحدي القوة. تحدي القوة يلا. مش ايدك كده. لا طب ما تجيبوا مسندين عشان تبقوا عاليين عشان قصاد بعض عشان ما تحطوش رجلكوا تحت. لا ما هو ايه دي احنا مش يلا احنا فيك يا عصام عندك صحة؟ على فكرة اللي هتغلب التانية فيكوا تحطوا الشفا في الطحين. عايزك زي القمر يقع ويتشاف. أنا زي ماما بعدي تعالي عشان شفتك استني. لا عشان خاطري اسمعوا كلامي هاتوا مسندين حطوهم عشان تبقوا ايه؟ أنا خايفة ألعب معاها صحيتها مش خالص. ايوه عايز جوز المستقبل لما يشوفني يموت. تجيب لي بقى لما يموت ما تجيش شوارع. يلا لا مش يموت كاش يموت لا مش يموت كاش يموت. ده انتوا كده مش تلعبوا. لا 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 مش كده كده. هو ماتت ازاي هذي؟ ايه؟ ماتت ازاي؟ ايه؟ ماتت ازاي؟ خز عينيها. يلا يا شاعر يلا يا شاعر انا عايزك تبقى امشي وطنا واخش دنيا. اوعى بس كده. واحد اثنين ثلاثة. لا انا بقي اصرف ايه مش هيلعب. انا دي لو كده لا مش عايز يلا لا بقي ثانية. انا بقي ثانية. يلا خلاص يا بنتي لا مش تجري الدنيا اه عامل هكسر ايدك كده انت حر. أما في أنا لسه ما صبرتش عشان تعملي كده على اسمك كده. اوعي ايدك المفروض يكون كده. في ايه؟ استني انا بحط ايدي زي ما انت حاطه ايدي. خلاص انا حطها هنا لازم تكون كده. رستي انت روخ رستي ايدك انت روخ. يلا على فكره انت خممة قوي. ماشي ماشي ايه ده؟ طيب انا يلا بقى لا ما تمشي ورايا ليه؟ رمادي قوي في صبر على فكره كده خام والله خام برضه كده كده انا هوريك. اه ما اعرف يا بنت ده ما فيش غيرك انت اللي بتلعب. اخلص استنوا بس يا لم ما تجيش ده اخلص يلا غمي غمعينك يلا. لا انت عينك باين. طب اهو انت حر والله العظيم لو لقيت وشي ازعلك مين؟ ايه انت فاضحه؟ شوفوا لون عينيا يعني مش هدير بس اللي لونها عسلي وكحلي. ما تغمض عينك كمان. استني بوري عينك. يلا 1 1 2 3 يلا روحي هاتيها روحي عند البيت عند البيت. اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وسلموا كل جديد مع السلامة.
لسه بقولك مش هقدر فيها احنا عشان مش احنا عملنا كتير ومش هنعرف نوصل للي احنا عملناه. تعبنا جدا عشان نوصل للمبنى اللي احنا فيه دلوقتي يا جماعه. اقسم بالله احنا فضلنا سنه نعمل فيديوهات ونرفعها على الفيديوهات. الحمد لله يا رب الحمد لله. ما تنسوش اللايك والشير والشير في المرة وفعلوا بس وصلوا كل جديد. مع السلامة. بصوا يا ترى عشان كل شوية تمسك المكياج تلعب لي فيه تحط احمر واخضر وبتنجاني وتعمل بالقلم والسخن على وشها وتصير تشيل لها الجبنة ومشخة فاكرة نفسها واحدة. انا هفضل شايلها وانت دوقي. يلا يا سلسبيل يلا روقي معايا. نايمي نايمي كده نايمي يلا. يلا بصوا الزبالة بصوا الدنيا عاملة ازاي. النهاردة روتين تحفيزي يا جماعة على الزبالة بتاعت الأوضة دي. شوفوا بقى بعد ما تتشطب يبقى شكلها ايه. روتين تحفيزي. شوفوا انا شايفة سلسبيل ازاي. وريهم وشك وريهم وش وريهم وش. يلا يا كلب تبصوا ايدي بعد ما شلتك. تعمل ايه يا سلسبيل؟ وريهم كده تعمل ايه يا سلسبيل؟ بتتفرج في المراية مفيش فايده. الموضه اتزمرت وصعب تلعب. انت كنت بتعملي ايه يا سوسو؟ بص يا سوسو انت كنت بتعملي ايه؟ وريني وشك. كنت بتعملي ايه؟ في المرايه؟ طب يلا اعملي مع ماما. بصوا لهم حطوا لايك. حطوا ايه؟ بتعملي ايه يا سوسو؟ بتعملي ايه يا حبيبتي؟ تكنسي؟ معلش معلش. هدير كان دماغها هتروح يا جدعان. اما ضربتهاش انا شادي كانت هتقص وهتقص رقبتي. ربعي بالنيابه على الناس اللي عماله بتقول لي انت لابسه جلابيه. واحده لابسه جلابيه. لا مش جلابيه. لا لا ما بيقولوش كده. بيقول لك انت بتلبسي اسود بس. هو انا الستايل اسود. كل ستايل اسود. كل الهدوم اللي تضربي جلاليب. شفتات كل حاجه سودا. ايه كلب وآية وكريم وآية. ليه بقى؟ ليه ليه؟ راحوا الشقة وسابوكي؟ انت بتتكلمي كده على خالتك آية؟ وقد كده تشرفي. بتقولك آية كلبة وكريم كلب. ليه؟ عشان سابوني الشقة ومشوا. أنا لما تيجي النهاردة أقول لها والله يا سلسبيل بتاعك كلبة وجوزك كلب كريم. يا أن سلسبيل كريم كلب. يا أن يا سوسو كريم كلب. ليه؟ ليه؟ يا كريم كلب. معلش. بصوا يا اولاد منظر الحيطان احسن. احنا مسكنا ايه عملنا فيديو تحفيزي بقى ازاي. مسكنا الاوضه دي والله اقسم بالله انا وهادير وشاه وايا رخرة احنا اللي عاملين الاوضه دي. احنا نقشناها كده تعبنا فيها يا جدعان. وكان في اقسم بالله احنا لما بيضنا ونقشناها كده كان في بويه دخلت في عيني. بصوا بقى كان في بويه دخلت في عين شاه وانا جبت لها بقى بنزين وغسلت لها بقى عينيها. طب حش يا شاه اللي كنا دي يا سلسبيل. يا سلسبيل مش ليك بقى كده اهو. ده ننفع نقاشين يا جدعان. انا هسيب لكم رقمنا تحت واللي عايز يعمل. اقسم بالله احنا اللي منقشينها كده. اللي عايز يعمل حاجه يبعت لنا. انتوا ضروري نعمليها في الصاله وافتح لكم لايف. اما اجي اعمل الصاله هفتح لكم فيديو. فيديو. ممكن لايف عادي. عادي ممكن نفتح لايف على القناه واحنا بنعمل. يعني كده. ان شاء الله. انا مش جاي لنوم. ما بقاش يا سوسو. انا بروح عند بروح المدرسة. انا بعمل كده كل يوم. بتعملي ايه يا سوسو؟ استني. انا كتير احسن. ما يسمع حد ما هو. بتعملي ايه يا سوسو؟ بقى ايه دي اتخرجت. هتعملي في ايه؟ هتعملي في ايه؟ ايه؟ بتعملي ايه يا سلسبيل؟ بتعملي ايه يا بيبي؟
تعملي يا شاحن بيبي بيروق صحي يا بيبي بيبي بيروق يا ريت تمشي وما ترجعليش وسيبني عايش انا نسيتك خلاص احزاني نسيتني بس يا جماعه هو الكلام ده مفيهاش بس الفرش بتاعه احنا غاسلينه لسه هنشوف شوف الشتا يعني مش هتقف على حاجه عندك من العيب بزياده هاتي وفيش على كلامك وخليه ايه مورق كده وبيلمع كفو تعالي امسك وصلي بقى من الفرش دي جايبكي من الاول ما فرشتها لحد دلوقتي مش مع حد انا واحده فاشله يا جدعان ولا اكل بنفع فيه ولا حب نفع فيه ولا دراسه نفع فيها ولا فرش نفع فيه ولا اكل نفع فيه ولا شرب نفع فيه ولا كل حاجه نفع فيها بتعترفي يعني انا فاشله بعترف عشان جوز المستقبل اللي بيتفرج عليا انا عارفه ان انت بتتفرج عليا مدوبني في حب مدوبني في حب المستقبل يعني هيجيلك حد كل ما كنت بقول كذا كذا كنت بتفرج عليها بجاهز ايوه يعني خش قول ايه رايك في كنت بقول ولا في ترويقي مثلا انا كنت بروق ترويق بس تيجي واخد ماما سكن يا دي تعيشة انت يا هدية تتغير